لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. ثانية واحدة، ده يتعمل معاه إيه ده؟ عايز نفسك للصبح يا ايه ده؟ انت ناوي تصبحني؟ ده انا اصبحك وبس، دي هتبقى صباحية مباركة. اذا كان كده ماشي، على فكرة طلع قلبه قبل. ايه ده؟ هو قال انت صباحك؟ سلام على الكرة البينية الجميلة الخطيرة. انت ايه؟ انت ميتة؟ انت كيف؟ ايه يا عم الاوفر، في ايه؟ ما تلعب يلا، العب يلا، امشي يلا، سجل يلا، سدد يلا، كريستيانو يلا، ملك يلا، العب يلا يا ساتر. لا اله الا الله، سجل يلا، سدد يلا، سلام يا حرامي. هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني. يا رونالدو العب يلا، يا رونالدو اكبر مشرب في تاريخ كرة القدم. اشرب يلا، وواف يلا، العب يلا، ولع يلا. خلاص يا عم الحاج قتلته. لو لعبت يا زهر، لو لعبت يا زهر. هو فرح يرحمك. دقيقه على الشوط الاول، فرصه جول. انت حيوان، انت يا حيوان، قوم بصلي، انت حيوان، محدش مالي عينك ولا ايه؟ خامس رودريجيز، خامس رودريجيز ينقلها جول. تياغو يا جناوي، يا جناوي عبد الحميد، هتطلع عبد الشكور يا جوده يا حماد. وصلت الى راكيتيتش مره اخرى لنيستا. جول. بطل سحر الشعوذه، بطل، نهايتك هتبقى سودة. هتلاقي في يوم من الايام جن ركب فوقك مش هتعرف تطلع منه. سواريز يتقدم وثالث يا صلاح. في سان دييغو برنابيو وصلت كده بقى، يبقى مبروك يا حبيبي. يكفي ان انا اقول لك ان طوال تاريخ البريمير ليج وكل النجوم اللي انت شفتهم دول، يايا توري و دروكبا ومانويل إيديبيور وغيرهم من الاسماء الكبيره، لم يحصل اي لاعب عربي او افريقي على هذه الجائزه الا رياض محرز نجم العربي الجزائري. لا ما خدهاش، كان جيمي فاردي اللي خد. ومال يا حبيب قلبي، ومال، ما فيش اي مشكله. في جواب اتبعت للاتحاد المصري لكره القدم، حذر فيه الاتحاد الدولي محمد صلاح بالاستبعاد من المشاركه في كاس العالم القادمه روسيا 2018 بسبب اختبار المنشطات. يا راجل. واكد الاتحاد الدولي ان صلاح تغيب عن حضور اختبارات المنشطات للوكاله العالميه خلال معسكر المنتخب في سويسرا، وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي تهرب من اللاعب ورفضه الخضوع لاختبار المنشطات. لحظة 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 لحظة، تعبان يا كابتن. لا والله تعبان، ده والله يا ابني، انت لو محترم واهلك ربوك ما كنتش قلت كده. صباح الخير على دماغك بقى، مؤاخذه يا جدعان. مع احترامي، البرتغال عندها لعيبه كويسه لكن ما عندهاش لعيب زي تريزيجيه. عندها لعيبه كويسه ما عندهاش لعيب زي صلاح طبعا. يلا يا نعيم، يلا يا بنت. Thank you.
هلو يوبيو. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لا يا عم يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.